يعجز الإنسان عن قول ما يكفي لشكر الحكومة الألمانية ممثلة بوزارة الخارجية الألمانية ومعهد الآثار الألماني في برلين اللي ترأسه بروفيسور فلس، وكذلك بالخصوص شكر خاص للبروفيسور مارغريتا فان أس لجهودها الكبيرة في دعم بلدي في جهوده للحفاظ على آثاره، وطبعا جهود أثمرت في كثير من المواقع وكثير من الأزمان، وحريصة على مساعدة العراق. أنا أذكر قبل 6 سنوات من أرسلت أشياء مكتبية للمتاحف العراقية، والشكر الجزيل كذلك للوفد العراقي اللي المتواجد ويانا. Institute, because we share as a common goal the commitment of preserving cultural heritage worldwide. And it's also because of this reason that just 2 months ago هناك تراث واسع من الثقافة البنائية والثقافة الإيجابية التي تحترم الحضارات والتطور الحضاري وتطور الأمم والتفاعل مع الأمم الأخرى واحترام تراثنا أيضا المحلي. هذا المؤتمر وفي الحقيقة يصف في هذه النقطة، أنه كيف نجترع المناهج الضرورية التي تستطيع أن تبصر الناشئة العراقية، ليس فقط الطبقات العليا وإنما الناشئة العراقية من الابتدائية إلى من الروضة إلى الابتدائية إلى الثانوية إلى الجامعة، بأنهم يمتلكون تراثا عميقا وتراثا حضاريا من خلاله نقرأ تطور الحضارات وتطور الأمم، وبالتالي نمتلك خلفية ثقافية هي بذاتها قادرة على حماية التراث وصيانته من التدمير في المستقبل. لا يخفى على أحد أن كربلاء تزخر بالمواقع الأثرية، منها قصر الأخيضر، كنيسة الأقيصر، كهوف الطار، النواويس. كربلاء ممتلئة بالمواقع الأثرية، أكثر من 1000 موقع آثاري لحد الآن لم يتم التنقيب عنه في مدينة كربلاء المقدسة، فضلا عن أن المعالم الدينية التي تحويها مدينة كربلاء المقدسة كالعتبات العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، واهتمام العتبات المقدسة بالجانب الآثاري والعمراني لهذه الآثار وصيانتها، فتحت علاقات كبيرة مع المنظمات والجهات التي تهتم بالآثار والتراث والمخطوطات، ومن هذه الجهات هو معهد الآثار الألماني التي له علاقة وطيدة بالعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ولنا أعمال مشتركة خاصة في مركز كربلاء للدراسات والبحوث ممثلا بالعتبة الحسينية المقدسة. الآن لديه مشروع استراتيجي وهو تتبع مسير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خلال هذه المنازل. عندما فتشنا في المراجع وجدنا أن المعهد الآثار الألماني هناك بعثات تنقيب قد عملت على هذا الطريق في التنقيب وكشف كثير من الجوانب الأثرية والتاريخية لرحالة ألمان وفرق تنقيبية قام بها معهد الآثار الألماني منذ سنين عديدة مضت من الأربعينات والعشرينات وحتى قبل 1900. فهذا دفعنا إلى توطيد علاقاتنا مع معهد الآثار الألماني، ومعهد الآثار عندما أقام هذه المؤتمر وجه لنا دعوة لحضور هذا المحفل الدولي اللي من خلاله وجدنا فرصة سانحة لنشر وتعريف السادة الحضور بالنشاطات اللي تقوم بها العتبة الحسينية المقدسة في مجال الآثار والتراث وكيفية المحافظة عليها وصيانتها. Of the German Archaeological Institute for setting up this conference, which ends at the same time this year's summer's great importance to cooperate with Iraq and its institutions and with the international community to raise awareness of the importance of this heritage and of the existing threats. الحقيقة من مؤتمر برلين لدينا مشاركة وهي ورقة عمل أو كلمة للعتبة العباسية، عنوانها هي أنه العتبات المقدسة في العراق هي صروح تاريخية، العتبة العباسية نموذجا. راح يكون الكلام فيها حول تاريخ العتبة وما تعرضت له من اعتداءات وتدمير من قبل النظام البائد، وأيضا العتبات الأخرى في سامراء وغيرها من العتبات في العراق كافة، وكيفية الحفاظ عليها وتوثيقها وصيانتها، وأيضا في كيفية الحفاظ عليها في المستقبل ضمن المواثيق العالمية. حقيقة احنا نعرف مدينة بالذات مدينة النجف مدينة ذات عمق تاريخي وذات عمق حضاري، تعددت فيه الديانات القديمة، واليوم نرى أيضا يعني إن شاء الله سوف تقام عدة فعاليات بعد المؤتمر من تنقيبات إلى مدينة الحيرة التي تعد من أهم المدن الحضارية والتراثية القديمة، وإن شاء الله من خلال هذا المؤتمر سوف نطلع بلجان وتوصيات، هذه التوصيات تفيد أكيد يعني بلد العراق بعد التخريب الذي أصاب البلد من داعش وغيرهم، يعني بالذات يعني التخريب اللي أصاب الآثار. وإن شاء الله احنا عدينا خطة بعد رجوعنا إلى محافظة النجف هو إضافة وادي السلام، مقبرة وادي السلام إلى لائحة التراث العالمي، وإحنا إن شاء الله عازمين بأن يكون هذا الملف وإدراجه عن قريب جداً. نبدأ بورقة العمل. أنا ورقتي بالحقيقة هي الآثار ورموز الهوية بين المواثيق الدولية والأولوية الوطنية. Archaeology and examples of identity between the international conventions and national priority. أنا أعتقد هو ليس توجه جديد، يعني الحضارة العراقية هي بالأصل منقسمة إلى قبل الإسلام وبعد الإسلام، وبعدين العراق هو يضم عواصم إسلامية مهمة بدءا من الكوفة، بغداد، السامراء، إضافة إلى مدينة واسط، فالتركيز على الحقبة الإسلامية هي ليست جديدة، ربما كانت الأضواء خافتة عليها سابقا، ولكنها حضارة نعتز بها، وفيها أولى المواقع التي نقبت عراقيا هي مدينة واسط والكوفة من سنة 1936، يعني التركيز الآن قد يكون متأخر. البعثات الأجنبية تركز كثيرا على المواقع السومرية والبابلية والآشورية، لكن الآن بدأت مثلا الأصدقاء الألمان الآن عندما سيعملون في الحيرة عملوا وسيعملون مواسم أخرى في الحيرة. الحيرة المدينة التي نقول عنها هي مدينة قبيل الإسلام، فالآن توجه البعثات الأجنبية نتمنى أن يكون إلى الحقبة اللي هي قبيل الإسلام والحقبة الإسلامية، وأن يبتعدوا عن بعض المواقع التي هي سومرية التي كانت عادة هي محط اهتمامهم. صلة أولية لما دمر ونسف في مناطق تواجد داعش، تصل أرقامنا إلى أكثر من 150 موقع أثري وتراثي ودار عبادة، وهي خسارة كبيرة في حرب شعواء ضد المنجز الإنساني والتعايش السلمي والتنوع، فضلاً عن حالات الحفر غير المشروع والمتاجرة بالقطع الأثرية لغرض تمويل الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات. كانت دعوة كريمة من المعهد الألماني للآثار أن يدعونا، وكانت مشاركتنا بورقة عمل عن الجامع الملوية الكبير أو جامع سامراء الكبير ومنارته الملوية. هذه المنارة تعرضت إلى بعض الأضرار في المراحل السابقة، وتمت صيانتها بجهود حثيثة من دوائر الآثار وحتى من طلبة كلية الآثار. إحنا هذا المؤتمر ننظر إلى نظرة كبيرة باعتبار أن معهد الآثار الألماني هو معهد راعي للكثير من النشاطات في هذا المجال، ويستوعب عدد من المتخرجين وعدد من الملتحقين لدوراته في مجالات الصيانة والترميم وغيرها. لذا نحن نتأمل أن نفتح آفاق للتعاون رحبة وواسعة بين العراق بعامة والمعهد وبين جامعة سامراء كلية الآثار فيها بخاصة مع المعهد، ونتأمل أن يتم تدريب بعض موظفينا وطلبتنا الخريجين وغير الخريجين بما يسهم في إعداد كادر جيد يدعم هذه الكلية الفتية بأقسامها الأربعة. قد شاركت ببحث علمي عن تأثير داعش الإرهابي على العمارة الإسلامية الأثرية في محافظة صلاح الدين وما جاورها، وبالأخص مشهد الأربعين في تكريت ومشهد إمام دور في مدينة الدور وعمائر مهمة جدا كتبت عنها لأول مرة في الحويجة في إمام إسماعيل وخربة حماد، والذي يؤسف له أن داعش قد دمرتها بشكل نهائي. ونأمل في هذا المؤتمر أن نسلط الضوء على هذا الحدث وأن يساهم الجانب الألماني في صيانة ما تبقى أو إعادة هيكلة بعض المباني وإعادة بعض الأشكال الرمزية لها بالمستقبل، والتعاون المشترك والمثمر بين هذا المعهد العتيد وبين جامعة تكريت ومؤسساتها العلمية في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.